أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات السبت الموافق 2 سبتمبر 2 أيلول 2/9/2023، هتلاقي صعوبة في أنك تحافظ على مزاجك الحلو. ممكن يكون في مخاوف بتتعلق بشؤونك المالية. هتعيد تنظيم ميزانيتك مرة تانية. بتكون بالنسبة لكل الأشخاص اللي هيرتبط يومهم بظهور أو إزالة أي مشكلة أو سوء فهم. هيحمل ليك النهاردة مواقف وتجارب كتير فيها أخبار غير متوقعة بالنسبة ليك، هتبتدي تظهر في يومك وفي قراراتك وفي أفعالك. بالنسبة ليوم السبت، هتتمكن من أنك ترتاح وتستمتع ببعض الأنشطة الممتعة. هيبقى يومك مناسب للسفر والترفيه خارج البيت. ممكن تخطط لكل شغلك والتزاماتك المهنية للأسبوع اللي جاي. يومك مناسب جدا لو قررت تحمل أو تولد طفل أو تاخد قرارات مهمة بتتعلق بالطفل. النهاردة هتبقى يومك مقبل أكتر، وهتستمتع بأهمية النجاحات الصغيرة اللي انت بتحققها خلال الأسبوع ده. النهاردة وقت حلو عشان تجري تقييم رصين لمسارك اللي انت سلكته خلال الأسبوع. في استجماع لشجاعة واضح جدا، في تقدم من خلال جراءة واجتهاد أكبر هيبتدي يظهر في اليوم ده. في رغبة في اننا نعمل حاجات كويسة جدا، لكن الخير والشر هيمشوا في جانب واحد. في بعض الأحداث اللي حصلت امبارح هتبقى بتسأل كاهلنا في اليوم ده بخيبة أمل وحزن، وممكن يبقى فيه تفاصيل كتيرة احنا في غنى عنها، لكن هنستمتع بيوم فيه تواصل حلو مع النساء بغض النظر عن أعمارهم وأساس علاقتهم. هيكون بيحمل تجارب ممتعة وأخبار حلوة هتبقى بتعتمد على الحظ أكتر، هنستخدمها في اليوم ده ونحقق بيها نجاحات. هنبقى جاهزين نتكلم مع مستقبلنا أكتر ونتحكم فيه بقرارات مهمة في مشاريعنا في الفترة الجاية. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.